ثلاثة من لعيبة الأسيوطي الأفارقة، نيو جيفت، إيزاك مولمبي، تشيلونجو، الثلاثة الأفارقة المحترفين في فريق الأسيوطي سئلوا إيه النادي المصري أو أي نادي أنت تحب تلعب له؟ ثلاثة مش في الأهلي، والثلاثة الأهلي ما بيفوضهمش، والثلاثة ما حدش سمع رأيهم قبل كده، والثلاثة ما عندهمش مصلحة في إن هم يقولوا اللي قالوه. عارف طبعا هنا ان اكبر ناديين هما الاهلي والزمالك. عارف كده. كويس. لو حصل، والسؤال ده هيبقى ليكم انتوا الثلاثه، انه الاثنين مثلا طلبوك زي ما عملوا مع محمد عنتر وراح الزمالك. تروح فين؟ بالنسبة لي سأذهب إلى الأهلي. الأهلي. طيب ليه؟ Why؟ لأنه أحد أفضل الفرق في إفريقيا، ولكن وأيضا هو الفريق الأول في إفريقيا، وأحب الطريقة التي يلعبون بها، وإذا استطعت أن ألعب للأهلي سأكون في كتب التاريخ في مصر وفي إفريقيا، لأنهم يفوزون بكل البطولات. الهالي اكزاكتلي. لنفس الاسباب ولا هناك اسباب اخرى؟ They have a big branded name. لانهم اسم له علامه كبيره في هذه القاره، في القاره الافريقيه، وهم الفريق رقم واحد في افريقيا. اوكي. شيلونجو. الحقيقة ستقال أن الفريقين كبيرين، ولكن أنا في الوقت الحالي أنا أركز على الأسيوطي، وإذا أتى لي عرض أعتقد أنني أود أن أستكمل تاريخي في أوروبا، ولكن إذا أتت لي فرصة أخرى هنا في مصر سأختار الأهلي لأنه اسم كبير ويؤدون كرة قدم جيدة في الفريق، وهم الأول في إفريقيا، وأن أيضا أكون جزء من كتاب التاريخ للنادي الأهلي، ولكني مكتفي في الوقت الحالي بالأسيوطي. أنا بس عايز أعلق على هذا الكلام بشكل مباشر. أدي صورة الأهلي ومردودها الذهنية في أفريقيا. نادي براندد نيم، نادي اسم علامة تجارية كبيرة تقيلة، وكل ثلاثة إذا في مصر هو الأهلي. لكن عايز أتوقف، الثلاثي ده جه إزاي؟ نتيجة استثمار جيد في بيع لاعب واحد عنتر لنادي الزمالك ب 15 مليون جنيه، فكوب ثلاث لعيبه ويمكن وفروا، وهيبيعوا الثلاثه دول بكام؟ ممكن ب 50 مليون جنيه. الاسيط شطار. لا ده عشان راجل جاي من بره يستثمر في كره القدم، جاي بكتالوج. دي حاجه. النقطه الثانيه بقى، عبقريه عمك محمد نصر، محدش هيزعل مني. اللقطه بتنتهي بايه؟ هما بيتكلموا في الاستوديو، الاهلي الاهلي الاهلي، جاب لك علي ماهر بيسقف لهم في المدرج. طبعا ما كانش بيسقف لهم، حاجه عاديه في الماتش. لكن الربط